السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ميتريزور سوكري سالي. ان شاء الله غادي نقدم لكم غريبة بالكاوكاو اللي كتجي راقية ولذيذة. غادي نحتاجو لها على بركة الله. عندي هنايا مارغارين، 250 غرام ديال زبدة المارغارين، 3 ديال الكيسان ديال العنبة ديال السكر سنيدة كما كيبان لكم. اول حاجة غادي نخدمو السكر سنيدة والزبدة، فمن الاحسن تكون الزبدة بمارغارين طبيعة الحال بحرارة المطبخ باش تساعد انها تخدم دغيا مع الزبده. بعد ما خدمناها غادي نزيد لها جوج كيسان ديال الزيت، زيت المائده كما كيبان لكم، بطبيعه الحال كيسان ديال العنبه هما اللي كنعبر بهم دائما. صافي، غادي نخلط المكونات مع بعضياتها حتى تكون عندي واحد الخليط اللي على شكل ديال البوماده، يعني يكون متجانس. وغادي نزيد عليه عناية بيضة، فما فيهاش بزاف ديال المقادير، مقاديرها سهلة وما فيهاش بزاف ديال الخدمة، سهلة صراحة وكتجي رائعة. فيها فقط بيضة واحدة. بعد ما خلطت المقادير كاملة غادي نزيد لها هنايا 5 درهم ديال الكاوكاو الاحمر اللي محمر ومطحون بقشور ديالو، هو كما كتشوفوا. هي كتبان لكم الكمية شحال، كما قلت لكم يكون الكاوكاو الاحمر احسن من الكاوكاو الاخر الابيض. وغادي نخلطها مزيان. من بعد غادي نزيد لها 3 ديال الخمارات ديال الكاطو، اولا 3 ديال ما يعادل 21 غرام ديال الخميره الكيماويه، بحكم ان كل وحده فيها 7 الغرامات. صافي، وهنايا غادي نبدا كنخلط مزيان، يعني ضروري من انها تعجن مزيان، كدلك عادي بحال اي غريبه. وخلاص دقيقه غادي نبقاو كنزيدو شويه بشويه على حسب الكميه اللي عندنا ديال هاد السوائل ديالنا اللي خلطناه. يوفوا تجمع لينا العجينه، يعني ما تبقاش قاصحه، تبقى تفرتت وما تكونش جاريه، يعني مازال كتلصق في اليدين. ديك الساعه غادي نحبسو. من الاحسن الدقيق يكون الدقيق الممتاز ديال الحلوه، فهو كيساعد على الحلوه انها تنجح. وصافي، يعني من بعد ما تجمع ليا العجينه غادي نبدا كنكورها كويرات عاديين. كما كيبان لكم في الصوره، فهنايا البنات بالنسبه للكرات ممكن نتوما ديروهم صغار، ممكن كبار، ممكن متوسطين، كل وحده كدير على حساب شنو كيعجبها. وكنفندوها في سكر كلاصي، فقط الوجه ديالها اللي كيتفند في سكر كلاصي كما كيبان لكم في الصوره. وغادي ندخلوها الفران. بطبيعه الحال دائما الغريبه كتبغي الفران يكون شاعل من الفوق وهي من التحت، حتى كتشقق عاد نشعلو عليها من التحت. وصافي، يعني ساهله ما فيها حتى شي حاجه، وحتى المقادير ساهلين. هاي الغريبه ديالي كما كتشوفوها كتجي فنه. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم، ونتلاقى ان شاء الله في وصفه جديده.